شكرا استاذنا الفنان الجليل عبد الكريم الكابلي، ربنا يديك الصحه والعافيه، والمجموعه بلابلنا فناناتنا الجميلات، ربنا يديكم الصحه والعافيه. برسل لكم برقيه بتاع التهنئه في هذا المساء. اليوم محاورنا يعني او بدايتنا في مساء الخميس، بدينا مع فيما يخص الشارع السوداني ومشاكل الترحال والسفر، ما بين انك انت شايل هام انك انت عايز تسافر اقرب ولايه او اقرب مدينه داخل السودان، ولكن شايل هم التعرفه، شايل هام انك انت تصل كيف، الرحله مريحه ما مريحه، دي كلها ازله يعني بتجيك اثناء ما انت مغرر انك انت تمشي بتين، ورحلتك تبدا كيف ومن وين، وفيها مشقه او في عناء او في راحه تامه. نحن هنا على اساس انه نجاوب على كل الازله اللي بتدور في اذهان مشاهدي قناه الهلال، عشان كده معانا ضيوف اعزاء اجلاء على اساس انه هم يردوا على اغلب الاسئله والاستفهامات اللي في راسكم. نرحب بالاستاذ يوسف احمد الشيخ، رئيس الغرفه القوميه لاصحاب الحافلات السفريه. استاذ يوسف احمد الشيخ رئيس الغرفه، والاستاذ ادريس ناصر امين مال الغرفه، يا مرحبتين. مرحبا بك يا استاذ يوسف. وعليكم السلام ورحمه الله. منورنا. الله ينور بنوركم ان شاء الله. تسلم ان شاء الله يا رب. مرحبا بك يا استاذ. مرحبا بكم يا اخي. تحياتي. كيفكم ان شاء الله طيبين؟ نحييكم ونحيي قناه الهلال، ونحيي المشاهدين الكرام ان شاء الله. نورتونا. ونحييكم بمولد النبي الشريف ان شاء الله. الله يخليك. الأمة الإسلامية والشعب السوداني. حبابك. أستاذ إدريس ده أسألك، الغرفة ذاتها تكونت كيف؟ الفكرة جات من وين وبداية نشأتها وفي أي سنة؟ التفاصيل أساسا من البداية، الفكرة جات من وين، فكرة إنشاء غرفة؟ والله طبعا غرفة الحافلات السفرية تكونت في 98 بفكرة من أبونا الأستاذ محمد الحسن محمد عثمان. وكانت الحافلات كانت بسيطة، ففكروا أنه يعملوا غرفة حافلات سفرية موازية لغرفة البصة. فعملت الغرفة في 98 وتأسست بأعضاء، وكانت الخطوط محصورة يعني كوستي والخرطوم والحصحيصة ومدري. فكانت البداية في 98، وبدأت يعني بلوائح وقوانين وضعت للغرفة بلائحة مؤسسة للغرفة من بدايتها يعني. فبدت بأسنان زي ما بيقولوا. و الحافلات العضوية بتشترط فيها انك تكون عضو، عندك عربية باسمك، و بتسجل في غرفة الحافلات السفرية. وبدأ العمل من السوق الشعبي الخرطوم، ثم انتقل إلى الميناء البري في الصالة 4 في 2004. أيوة. أستاذ يوسف، لأي جهة تتبع الغرفة التجارية؟ لأي جهة تتبع الغرفة التجارية ومهامها ذاتها؟ بس تعديل بسيط، هي الغرفة القومية لأصحاب الحافلات السفرية، ما التجارية. أوكي. بعتذر، الغرفة القومية. بعتذر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على سيدنا محمد الذي باسمه تتم الصالحات. في الحقيقة من المنبر ده أنا بحيي الشعب السوداني بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وبحيي قناة الهلال والغايمين على أمرها، ودائما هم سباقين لوضع الناس في الحدث، وبيأتوا للناس في بيوتهم يعني بيوصلوا لهم الحاجات دي. فأنا سعيد يعني أتم السعادة أني أصلا أكون موجود هنا، وحتى لو خيروني كنت اختار برضو قناه الهلال نسبه للازرق الداخلي اللي انا اصلا بنتمي له من انا طفل صغير يعني. ففي الحقيقه نحن زي ما يقولوا نحن اول حاجه كده بنحيي شهداء الثوره يوم التحيه والرحمه والمعوقين والمفقودين، ربنا ان شاء الله يهدهم ان شاء الله. وتحياتي الخاصة للأستاذ محمد الحسن عثمان الذي لولاه ما كنا في الغرفة، ولا كنا في قناة الهلال أصلا، ولا كان في حفلات أساسا. فهو ربنا إن شاء الله طبعا عامل العمر ترجل عن العمل،
فمن هنا انا بحييه بذكر المولد وبدلي فانه ان شاء الله نحن بصدد نعمل له تكريم ان شاء الله حيكون في الايام القادمه وبدعو قناة الهلال من المنبر ده ان شاء الله ان شاء الله تمول تكريم لعلم انه اسسوا للنغل في السودان ان شاء الله. الاجابه على السؤال اللي هو بتتبع لمنو، نحن بنتبع لغرف اتحاد النغل السوداني اللي هو اصلا بينتمي لاصحاب العمل بالسودان. الغرفة التجارية وباقي الغرف كلها من سائل الاتحاد ذاته بيتكون من يمكن 12 غرفة فيها نقل الشاحنات والسائل ونقل البصات السفرية والحافلات السفرية والطيران والبحرية كلهم بينضموا تحت اللواء اتحاد غرف النقل السوداني. الآن برئاسة أخونا كابتن عادل المفتي والحمد لله فيه رجال طارق النفيذ الأمين العام أخونا الباشمهندس أسامة البرجة بحييهم من هنا وكل لجنة التسيير لاتحاد غرف النقل السوداني بقول لهم مبروك عليكم مولد النبي الشريف. فدي المظلة اللي نحن نستظل بها مع بقية غرف النقل على مستوى السودان. مهام الغرفة؟ الغرفة ما عندها مهام كده معي، لكن أصلا نحن المهمة الأساسية أصلا طبعا هو شغل بتاع السفر بتاع الناس يعني. أن الغرفة دي عندها مكاتبة، عندها أول حاجة أديك حاجة يمكن أطلع عليك من السؤال شوية حاجة. الغرفة دي أصلا جسم واحد بتختلف. هي جسم واحد مجموعة بتاعة أعضاء بينطوا تحت لواء واحد، عندها إصطاب بتاع عمال معينين عبر مكتب العمل وموظفين، عندها حسابات، مكاتب للتشغيل، مكاتب للمال، مكاتب للإدارة بتاعت المكتب التنفيذي. ديل كلهم بيحكموا دستور وقانون ولوائح. طيب السؤال بطريقة تانية يا أستاذ يوسف. نعم. دائما لما أنت تعرف تعمل لك جسم لمؤسسة بيكون أو منظومة بيكون القصد منه تسهيل الأمر لأصحاب العمل ذاته ولا المواطنين أو المستهلكين للعملة للمواصلات ذاتها المواطنين يسافروا نازل مرتاحين بتقوفوا يعني في غرفة هي غرفة اللي في نحن في الصباح أنا هم عاملة في المريضنا الحافلة كم عند عاملة هي راكب كفاءة تلفزيونات متحركة ومواطن قاعد بحمام بمصطفى كل الراس كثير يا قال دي كل المهيئين مواصلات طرح كيف ده بياخذ راسه يمشي شباك الكاميرا المفروض يسافر ليها بيشيل التيكت بتاعه بيجي بيقعد لما الرحله تبدا تتحرك بيكون هو عارف ماشيات مدينه بينبهه للرحله اللي هي متجهه للمدينه المعنيه اللي هو مسافر لها بيمشي بيتحرك على الحافله. زيد على كده نحن ذاته عندنا درجات. عندنا في الحافلات السفريه 3 درجات. عندنا درجه اولى بص مكيف، عندنا درجه ثانيه بص لكن عادي نسبه تكييفه 50%، عندنا حافله سفريه. الحاجه الاساسيه اللي عندنا نحن الوحيدين في السودان المننقل الراكب ده للطرق الوعره الغير معبده. ما بيمشي اي طرق غيرنا. دي حصريا ما في زول بيمشي حتات غيرنا. المننقل لها المواطن ده للطرق الغير معبده الوعره اللي ما كل عربيه بتمشي، ناس الحافلات السفريه بيصلوا كل ارياف وغرى ومدن السودان. تمام. استاذ ادريس السؤال لك، انا داير اسالك عن العضويه وانت تكلمت عنها قبل. اول حاجه هل العضويه دي اجباريه لكل اصحاب الحافلات ولا حاجه اختياريه يعني؟ وبعد ذاك نشوف شروطها شنو. طيب العضويه يعني اي صاحب حافله لازم يكون عنده عضويه مسجل لدى الغرفه القوميه والغرفه الفرعيه اللي بتبع عليها. الغرفه الفرعيه لاصحاب الحافلات السفريه في الخرطوم او في الولايات. نحن يعني رئاستنا في الخرطوم والغرفه الغرفه الفرعيه في كل ولايات السودان اللي هي زي 10 ولايات.
فعندنا مدني وعندنا النيل الأبيض جزيرة ومدني في مدني. النيل الأبيض عندنا في كوستي والدويم فيشترط أنك أنت تكون عندك عضوية تتبع للحافلات السفرية. طيب الشروط شنو عشان اكتسب السائق العضوية دي؟ الشروط شنو؟ طيب ما السائق اللي هي أصحاب أصحاب الحفلة أوكي. يعني إحنا صاحب الحفلة هو هو اللي بيكون عنده عضوية يعني. وليس أما السائق ده بيكون سائق للعربية يكون تابع لصاحب الحفلة. تمام أوكي. الشرطها أنها تكون حافلة يعني 29 راكب أو 25 راكب روزا أو يعني مواصفات الميكانيكية مكتملة أو تكون هايجر اللي هو مكيف جديد أو إيرتاون. أنت من بالشهادة البحث تمتلك العضوية تكون عضو في غرفة الحافلات السفرية. طيب اللوائح اللي بتلتزم بها الغرفة تجاه سائقي الحافلات شنو؟ طيب الغرفة أول ما عمل العضوية بتكون الحافلة تابعة لغرفة الحافلات السفرية. تمام. بالعضوية. بعديها تاني الغرفة هي بتنظم الشغل، بتشوف الخط الدائر فوق صاحب العربية اللي يشتغل. بعديها بتشحن العربية الغرفة ذاتها عندها عمال وعندها مكاتبة في الصالة 4 في الميناء البري. بتشحن العربية، العربية تكتمل بالقروش، صاحب العربية ما عنده أي دور في الكلام ده، بيكون قاعد في عربيته. غرفة علاج تجهز المنافستو، تجهز التذاكر وتخلص الركاب وتركبهم في العربية وتراجعها. كل المهام التنظيمية. كل المهام التنظيمية. بعدها لما تنطلق ينطلق بمنافستو بمراجعة المرور ومنكون مراقبينه طول الشارع. يعني أي حاجة حصلت له في الشارع بيضرب لغرفة التشغيل اللي هي أي غرف أي مكتب عنده غرفة بتاع التشغيل متابعة العربة. لحد ما يصل في أمان الجهة المسؤولة. تمام. أستاذ يوسف المشاكل اللي بتواجه الغرفة. والله في الحقيقة هو الغرفة دي هي مع عربات والعربات دي حديد وربنا ذكر لنا في الحديد ده بأس شديد. زي ما فيه منافع لكن فيه بأس شديد. في الحقيقة أنا ما بقول لك أصلا نحن بما أنه في حاجة مربوطة بالمواصلات يمكن حال مستوى المواصلات الداخلية أنا بشوفها في قضية مربوطة بالمواصلات معناها مربوطة بمشاكل. لازم يكون في مشاكل. فالمشاكل طبعا كثيرة أنا ألخصها لك. في مشاكل بتحصل في الطريق للحوادث اللي بتحصل للعربات، في مشاكل من المواطنين ذاته داخل الصالة مع أصحاب العربات ذاته، ده كرسي قطعته لي، ده ما حتتي لي ما حتتك. في مشاكل خفيفة اللي هو في عتة عفشك فوق تحت، دفعت لي قروش ما دفعت لي قروش، دي على مستوى المواطن يعني حاجات طفيفة. وعندنا الغرفة ذكرها أخونا إدريس بتاعة التشغيل دي اللي هي غرفة الطوارئ اللي هي بتشرف تماما على كل الحاجات دي. هي ما عندها عيد، حتى عيد ذاته ما عندها غرفة الطوارئ حقتنا دي. يعني يوم العيد ذاته الناس بيصلوا هي شغالة 24 ساعة. هي شغالة، ما في جمعة ما في سبت ما في عيد ما في، حتى الأعياد هي بتكون موجودة غرفة الطوارئ دي زي غرفة الطوارئ بتاع المستشفى. هو العيد يعتبر موسم يعني. ما قلت لك حتى يوم العيد ذاته يوم الصلاة بتاعت العيد ذاته نحن عندنا غرفة التشغيل دي غرفة بتاع الطوارئ. واللي قلت التشغيل معناها طوارئ، هم الناس المنظمين للتفويج العربات لتسفير لتنظيم ركاب لحاجات. اللي في مشاكل دائما بتحصل ما يعني طفيفة ما بين العامل والسواق وكذا. يعني زيد العربية أصلا صاحب العمل ده أغلب العربات سايقينها سواقين، حتى التوتشنج اللي بيحصل ما بين السواق والعامل اللي موجود وحاجات خفيفة يعني ما حاجة تذكر كده. فنحن ما بنقول في مشاكل لكن نسبة لسبب واحد، لأنه عندنا لائحة. الغرفة دي عندها لائحة وعندها دستور وكل زول عنده واجبات وحقوق. العامل ده عارف اللائحة مفصلة له، التشغيل ده ذاته اللائحة مفصلة له حقته، أنا ذاتي كرئيس اللائحة مفصلة لي مهامي، أمين المال عنده اللائحة مفصلة لي مهامه، نائب الرئيس، الأمين العام، نائب الأمين العام، العضو العادي، العضو اللي هو مشترك صاحب الحافلة، سواق الحافلة ده نحن ما عندنا مع شغلة، بنتعامل مع العضو اللي هو مشترك معانا، يعني لو في أي إشكالية بنجيب صاحب العربية، أيوه. ما عندنا شغلة مع السواق لأنه ده العضو المعاي اللي أنا بسأله.
لكن بحكم الضبط والربط والقانون الصارم جدا عندنا في الغرفة يمكن تكون نقول تكاد تكون ما في إشكاليات يعني. الإشكاليات حتى الحاجة الشديدة من حصل به هو بيحصل للناس مشاكلهم اللي هو بتحصل بيحصل لهم عطال بيجوا بيمشوا المنطقة نحن بنساعدهم أنهم يطلعوا من المنطقة. عندنا في التشغيل دعم لليوم مديونية رسمية حتى لو في زول حصل له شرطي في أنه عربيته في المنطقة حصلت لها مشكلة بتاعت قروش بيجي بيسلم من التشغيل ده بيقوم بالواجب بيمشي بنضمنهم لو حصل أي شيء. لو حصلت لهم مشاكل في الحراسات برضو نحن بنصد عليها. حصلت لهم مشاكل في المرور في الطريق نحن بنصد عليها. الكلام ده كله دي المشاكل اللي بتحصل لهم هم ونحن دائما المشاكل بتكون حق أصحاب العربات والسواقين لكن نحن اللي قاعدين نصد الأمر ده نيابة عن صاحب الحافلة. يعني ما بنحاول صاحب الحافلة عشان ما يحل مشكلته. السواق ده بكون في كونتاك معانا مباشر. نحن اللي بنقوم بكل الحاجات اللي بتحصل العربية دي وزي ما ذكر أخونا إدريس بنكون في متابعة معاها بمنافستو. هذا طبعا المنافستو ده هو بيحدد المشاكل يا ما. المنافستو ده أصلا عشان أديك عنه نبذة بسيطة العربية اللي ما بيشيل منافستو ده ليه أنت عندك تسأل سؤال ليه العربية دي بيجينا حتعمل عضوية لأنه مربوطة بالمنافستو. المنافستو ده لو حصل حادث العربية السفرية في الشارع لو ما حامل منافستو المنافستو ده عدمه بيسقط التأمين. لو ماتوا فيها ناس بيبقى ما عندهم التأمين ما بيدفع لهم. لو انت مؤمن ما بيدفع لك لانك ما بتحمل منافستو. منافستو اللي هو اللي بيكتبوا فيه اسماء الركاب وجهاتهم المسافرين. ايوه حتى بساعد اذا حصل حادث او في شخص مفقود بيساعد انه نحن المنافستو ده المنافستو ده عندنا منه ثلاثه صور. في صوره بشيل اصليه بشيل زي عربيه. عندنا صوره بتمشي المرور للزمن بتاع انه بيتحرك بزمن يعني يتحرك هنا الساعه 5 مفروض مثلا في زوبة يحددوا ليه طلع الساعة 5 ذاته عشان ما يجري. نحن نحدد ليه الزمن بالمنافستو ده عشان ما يسرع بالناس. ايوه فيلا دي من الحاجات ان احنا بنعمل بها كنترول وبنعمل بها متابعة لصيغة كده مهمة. والثاني اللي هو زي ما ذكرتي في ناس بيفقدوا عقله بيروحوا في ناس بيهربوا الاطفال الصغار بيجوا بيسافروا او بنات او رجال يمكن يكون في خلل عقلي بيسافروا. لو اي جهات اللي هو العدلية جاء سالت من زول مفقود نحن في يعني في ظل 5 دقائق ممكن بماوس واحد في الكمبيوتر في التشغيل يحدد لنا العربات اللي اتجهت منا لكل المدن اللي طلعت لها نوريهم الزول ده موجود سافر في عرباتنا ولا ما سافر. عندكم مكاتب دي صور على الشاشه نعلق على اساس يوسف. نعم ده اخونا عبد الله البدري رئيس قطاع الخرطوم نحن بنسميه ما يحلو له ما يحلو لنا. من المؤسسين للغرفة صراحة يعني يمكن يكون الشغلة دوارسه أبا عن جد. يعني ده من الناس دعموا الغرفة بخطوط كانت خارج الغرفة. ده من الناس الساهموا من السوق الشعبي نقلوا المواقف الخارجية في السوق العربي والسوق الشعبي جابوها للغرفة في الميناء البري. كان والده ربنا يطرق الرحمة قام بالحاجة دي وهو يرسل الحاجة دي من أبوهم ما زال مواصل فيها وهو عضو لجنة التسيير معنا كمان في الجسم بتاع الغرفة يعني. أيوة أستاذ إدريس عايز أسألك من المشاريع المستقبلية للغرفة اللي هي بتكون مشاريع أكيد غرضها تطوير يعني في خطتكم في شنو؟ والله طبعا الحفلات السفرية بدت بالحفلات الروزات العادية اللي لسه شايفينها كمان وكانت في فكرة بتاع تجديد وتحديث للحفلات السفرية فالناس اقتروا ومشوا الصين وجابوا حاجة اسمها الهايجر اللي هو بص حافلة مكيفة فيها 37 راكب مكيفة وحديثة تحديث للحفلة يعني. وقبلها في 2001 و2002 برضو الناس جابوا من كوريا بص حفلات اللي هي الاير تاون 33 راكب ده كان تطوير للحفله. بعديها جبنا الهايجر اللي هو حفله مكيفه 37 راكب. فالحفلات السفريه مستقبلا يكون في شنو؟ انا طبعا في حاجه سب خلت انه الحفلات السفريه تنجح في الشغل بتاعه والدوامه بتاعتها يعني. فالحفلات السفريه وضعوا لها نظام بتاع المداوره. المداوره دي طبعا اهم حاجه كانت هي ساعدت في نجاح الحفله. المداوره اللي بيجي اول
بيسافر أول البيجي ثاني بيسافر ثاني ولكل الخطوط. يعني نحن في التشغيل مرتبين كل الخطوط، أي خط عنده حفلات معينة، يعني ما عندنا الحفلة بيسافر أي محل من إلا عن طريق التشغيل، بيكون عندها خط محدد، عربية الحصحيصة عربية الحصحيصة، طيب. عربية مدني عربية مدني. إذا كان في شرط ممكن نديه تحويل خط من مدني مثلا للحصحيصة، طيب. من التشغيل. فالمداورة دي خلت الحفلات أنها تداوم على الشغل وتنجح، وأصحاب الحفلات ذاتهم فائدتهم أنه يعني الواحد يمكن يكون عنده عربية تكون معها 10 سنة 15 سنة 20 سنة، في ناس نحن عارفينهم بحفلة واحدة يعني ما بتتصفق، ما بيكون في نوع من الخسارة، لأنه ما الحفلة بتشحن بتستلم قروشة بيسافر ما عنده نوع من الخسارة. أستاذ إدريس، بما أنك أنت أمين المالي للغرفة، فأي سؤال بديهي لزول بيتابعنا عن الشاشة حاليا يعني كذا حيزل عن التعرفة وزيادة القروش يعني بتاعت السفر والمواصلات، الغرفة بتتدخل في الموضوع ده أو بتحاول إن تقلل المزالة دي أو تحاول تعالجها بطريقة ما؟ والله طبعا التعريفة هي أصلا من اختصاص النقل البري، نحن تابعين للنقل البري، هو البضع التعريفة بتاعت العربية بتاعت الخط على حسب الكيلوهات بتاعت المسافة بتاعت المدينة. ونحن شركة في الشغل ده، بنكون معاه بندرب معاه التعريفة، وطبعا الحفلات السفرية أقل تعريفة في المواصلة. يعني نحن الناس ذاتهم بيجونا لأنه تعريفتنا بسيطة، الشيء الثاني يعني تكلفتنا ما كثيرة في نعم. فالتعريفة من اختصاص النقل البري وبضاعة مع الضرائب أنه يضرب القيمة بتاعت التعريف. الانفلات اللي حصل ده يعني ده عبارة عن تضخم سايع، لأنه التعريفة المواد التشغيلية بتاعت العربية ذاتها زادت كثير جدا وتضاعفت أضعاف. فالتعريفة الآن الحقيقية ما يعني ما القروش اللي أنا بشوفها دي. التعريفة الحقيقية هي لما بدت بعد كورونا. ممكن أضرب لك خط مثال، الديوم دي كانت ب 150 جنيه. الديوم السفر كان ب 500 جنيه. لحد الآن نحن بنحاسب صاحب العربية بال 500 جنيه، أما الزيادة بالإنفلاشن ده عبارة عن تضخم بتاع. ايوه. فالتعريف بتاع الحفلات يعني اقل من البساط بكثير جدا. استاذ ادريس ناصر احنا شاكرين لك جدا، واستاذ يوسف احمد الشيخ شاكرين لكم جدا على الفقره دي، وسعيدين كنا جدا بوجودكم معنا، شكرا لكم. نحن محتاجين والله نلاقيكم في مساحه اكبر من كده، الاسئله كثيره في اذهان الناس لكن الدقائق ما زعفتنا، شكرا لحضوركم، ان شاء الله يكون في مساحه مفروضه لكم ثاني باذن الله. شكرا جزيلا. فاصل ونجيكم رايح، انتظرونا.